السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على التوابل والأعشاب المنسمة بالفرنسية. فالتوابل باللغة الفرنسية هما les épices. فلنبدأ على بركة الله. الملح هو le sel. الإبزار أو الفلفل الأسود le poivre noir. وبالنسبة للإبزار الأبيض هو le poivre blanc. زنجبيل le gingembre. الكركم le curcuma. الفلفل الأحمر le paprika. الكمون هو le cumin. الزعفران le safran. القرفة la cannelle. وبالنسبة للثوم هو l'ail. فانتبهوا بالنسبة للثوم يكتب ب A-I-L l'ail وينطق ب l'ail. الآن ننتقل للأعشاب المنسمة أو les plantes aromatiques. فلي بلونت هما الأعشاب أروماتيك المنسمة. بقدونس بالنسبة للبقدونس هو le persil. كزبرة هي la coriandre. الحبق هو le basilic. إكليل جبل le romarin. الزعتر هو l'origan. الريحان le myrte. فانتبهوا بالنسبة للميرت يكتب ب Y الميرت هو الريحان. المريمية أو كي كنقولوا بالدارجة المغربية السلمية هي la soj. فنقول مريمية أو المرمرية، يعني بالدارجة المغربية نقول السلمية، فهي la soj. وبالنسبة لهذه النبتة اللي كتظهر في الصورة، ففي المغرب نقول مرد الدوش، فتسمى ب la marjolaine. ورقة الغار أو كما نقول ورق سيدنا موسى le laurier. الخزامة، فالخزامة إما تكون نبات أو جافة تسمى ب la lavande. النعناع هو la menthe. ثوم القصبي la ciboulette. ثوم القصبي هو la ciboulette. Louisa la verveine. Zaitra, ففرق بين الزعتر وبين الزعترة، فالزعترة هي le thym. فانتبهوا بالنسبة للثym يكتب ب THYM وينطق ب thym le thym، وهذا النبات الذي يظهر في الصورة.
فبالنسبة لهذا النوع من النبات الذي يظهر في الصورة، ففي المغرب نقول له فليو، فيسمى بلامونت سوفاج. لامونت فهو نوع من أنواع النعناع. لامونت سوفاج، لامونت سوفاج، لامونت سوفاج. هذه النبتة أيضا اللي كنقول لها الشيح فتسمى لارمواز، لارمواز، لارمواز. البابونج هو لا كامومي، لا كامومي، لا كامومي. فانتبهوا بالنسبة لا كامومي فتكتب بدو زل وننطقها ب لا كامومي مي. جوز الطيب أو كما نقول جوزة، نوا دو موسكاد، لا نوا دو موسكاد، لا نوا دو موسكاد، لا نوا دو موسكاد. بالنسبة للحبة السوداء أو حبة البركة فهي لا نيجيل، لا نيجيل، لا نيجيل. فلا نيجيل نكتبها ب دو زيل، لا نيجيل. الحلبة le fenugrec، le fenugrec، le fenugrec. فالحلبة هي le fenugrec، le fenugrec. القرنفل les clous de girofle، les clous de girofle، les clous de girofle، les clous de girofle. حبوب السمسم هما les grains de sésame، grains de sésame. فغرين يعني حبوب، سيزام هو سمسم أو كما نقول في المغرب زنجلان. les grains de sésame، sésame. حبة الهيل cardamome، 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 cardamome. حبة الهيل هي cardamome. المسكة الحرة la gomme arabique، la gomme arabique، la gomme arabique، la gomme arabique. بالنسبة للعرق سوس هو la réglisse، la réglisse، وهذا الذي يظهر في الصورة. la réglisse، la réglisse، la réglisse، وعرق سوس. حب الرشاد هو كريسون، كريسون، كريسون. حب الرشاد هو كريسون. الكروية هي لو كارفي، لو كارفي، لو كارفي. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا أسماء التوابل أو ليزيبيس والأعشاب المنسمة اللي هما لي بلونت أروماتيك. فهاد الأسماء اللي تعلمنا في هاد الحصة فهما غيساعدوكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فما تنساوش إذا استفدتوا من الدرس فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.